السلام عليكم يا جماعة، أخيراً أول فلوج نبدأه بعيد جداً عن شقة العيال. خلاص شقة العيال خلص، والآن إحنا هنبدأ فلوجات هنا عن حياتي في الابتعاث هنا في سان فرانسيسكو هنا في أمريكا. على أي حال اليوم عندنا فلوج جديد ليكم، وما حأعطيكم كل تفاصيله، ولكن نتكلم شوي عن ريادة الأعمال. اللي ما يعرف أي شيء في ريادة الأعمال خليك معنا، ممكن تتعلم كلمة جديدة. وفوق كده شفت في تعليقاتكم تحت تقولي فؤاد الإنجليزي ما بنفهمه كده. على أي حال أنا ترجمت لكم أي كلمة إنجليزية طلعت تحت امركم. وايش شيء ثاني؟ ايوه، دائما اللي بيسالوا عن مواقع التواصل الاجتماعي، فؤاد ايش السناب شات، ايش التويتر، ايش كذا، كل هذه يا جماعه موجوده في مكانين ليا ولاي ضيف تشوفوه عندي في الفيديو، في نهايه الفيديو الفلوج، في نهايه الفلوج. والشيء ثاني حتلاقوه في الصندوق الاسفل الفيديو، فلا تشيلوهم، شوفوا الفيديو المواقع التواصل الاجتماعي في نهايه الفيديو اسفل الفيديو وبس. انبسطوا معانا. السلام عليكم وصباح الخير في يوم جميل جدا. اليوم هو يوم الخميس الموافق أظن 20 أغسطس، الله أعلم. الآن رايحين نقابل واحد عزيز علي، قريبي وعزيز علي، اسمه أحمد الغازي. أحمد الغازي هو ريادي أعمال انتربنور، عنده شركة هنا في السيليكون فالي الآن بيبنيها، عنده مواصفات كثيرة جميلة ومميزة. ولكن اللي يعجبني في الموضوع هذا انه انا الحمد لله عندي، احس كأنه عندي دي السيارة. اللي بحاول اقوله الجميل الواحد يكون عنده شلل، يعني عندك شلة حقون النادي، شلة حقون ريادة اعمال، شلة تاني حقون افلام، شلة تاني حقون الدين، فدائما انت تتنقل بينهم، فدائما انت ايش بتتجدد، يعني ما عمرك تطفش من احد، مو تطفش من احد، بس جميل لو انت بدك تعرف شيء عن نقطه معينه. ولا لا بتفلسف الحين دقيقه، بس صراحه فكره مره جيده، يعني خلي عندك شلل كل واحد مثلا ناس تنبسط معاهم، ناس تتعلم منهم، ناس تكتسب منهم خبرات وزي كذا. فالان حنقابل احمد الغازي. زي ما قلت لكم يا جماعه، هذا هو احمد الغازي الانتربرنور الكبير قوي في السيليكون فالي. اظن هو السعودي الوحيد اللي عنده شركه هنا في السيليكون فالي. يا اهلا وسهلا، ما اقدر اعمل الكليم ده، بس احد السعوديين. انا كنت حاسب بس احمد حيكون موجود، بس احمد ما يمشي غير مع فراس، لانه فراس يشتغل مع احمد. احمد عنده شركه حقت ما نقول لسه، احمد ما يبي يقول ايش المشروع لسه لين ما يطلع، بس هذا الانسان بيساعد هذا الانسان. يس. علمت ولي الشرف بذلك، وهو له الشرف بذلك. ولكن هو انت بتساعد احمد في ايش الجانب ايش؟ اختبار الفكره بس بات الجدوى حقتها. الجدوى. بس انت تخصصك ايش؟ سوشيال انتربرنورشيب، اللي هو رياده اجتماعيه. كيف بس ما خليتك انت تترجم، انا ترجمتها. الرياده الاجتماعيه، انا ايش قلت؟ الشغل العمل التطوعي في رياده الاعمال. ايوه، هذه ترجمه خاطئه جدا، هذه خاطئه جدا جدا جدا. فراس، ما هو تعريف السوشيال انتربرنورشيب بالعربي؟ رجعنا باختصار انك كيف تعمل اثر اجتماعي من خلال بزنس موديل، نموذج بزنس. هذه باختصار، هذه باختصار، يعني كيف تعمل اي اثر اجتماعي او بيئي تبغاه في الحياه، مو بالتطوع ولا بالتبرعات الخيريه ولا بالكلام ده، لا بالبزنس، بعقليه ومهارات بزنس. كريم، شكرا. لو عندكم اي سؤال لا تكتبوه هنا، حساب على سناب شات اسالوه هو، انا ما اعرف اي شيء في هذا المجال. طيب يا جميل، احنا نستاذن حبيبي. السلام عليكم. بارك يا رب. يلا يا جماعه، لو تبغوا اي شيء في الرياده الاجتماعيه عليكم بهذا الرجل. شكرا، قلت المصطلح صح. يلا هذا انجاز بالنسبه لي. السلام عليكم. هذا احمد، بس احمد حنجلس معاه شويه، ما حنمشي ونسيبه. احمد الغازي، ايش هو اصعب شيء الان تواجهه؟ انك لو تعمل شركه هاردوير، انك يو ار ديزايننج الهاردوير، فتحتاج فانك بتعمل شيء فيزيكال، فتحتاج تصمم اندستريال ديزاين، ميكانيكال انجينيرز، وبعدها مانيفاكتشرينج، وكل البروسيس تبع الكواليتي كنترول وانفنتوري وديستريبيوشن وكل الاشياء دي. اضافه عليها انك يو نيد تو مثلا اذا في سنسورز ولا اشياء، يو ديزاين السنسورز وامبيدد سيستمز وسوفت وير تحطه جوه الجهاز. بعدين اف اتس كونكتد تو ذا تو ان اب، تحط برضو اشياء، تبدا تعمل تصمم سوفت وير ابس باندرويد وايفون. بعد ما تخلص تحتاج تعمل لها دعايه واعلان. فال process of creating anything is very hard بشكل عام. زي ما كنا بنتناقش، ممكن لو كنت you're creating a video واحد يشوفه يقول ما عجبني، ولا if you're creating a product
في اشياء اخذينها كذا فور جرانتد، اوكي مثلا الجوال اوكي حلو بنستعمل ده، بس ما تعرف قد ايش التفاصيل في الجوال ده، كل تفاصيله وكل ديتيلز ما احد هيعرفها غير اللي كان بيعملها. فالبروسيس اوف كرييتنج اني ثينج از ريلي يعني مو سهله، بس يعني طبعا مو شرط انها يعني ما هي ممتع بس صعبه. الان لازم نسيب طال عمره احمد الغازي ونروح للنادي لانه دحين الساعه 3:30 فيدوب نلحق نغير ونروح. ولكن ابو حميد عارف تقلنا عليك، ولكن نصيحه سريعه للشباب اللي يبغوا يكونوا في رياده الاعمال او حيبداوا في رياده الاعمال زيك. رياده الاعمال صعبه، بس if you love what you do هتستمتع، تعمل الشيء اللي تحبه. قرنا احب اضيف نقطه على كلام ابو حميد انه ما في تقدير لهذه الاشياء. بمعنى انت الحين لما تيجي تعمل فيلم، حتعمل فيلم وثائقي ولا حتى فيلم روائي لفتره طويله، بس حتاخذ لك شهر ولا شهرين. بعد ما تخلص من هذا المشروع الناس حتتفرج على الفيلم هذا، بعدين تقول لك لا عجبني لا ما عجبني لا ما يعني، بس ما يعرفوا قد ايش الافورت المجهود اللي اخذ عشان العمل هذا يصير. فأحس هذه من أحد الأشياء اللي إن شاء الله إن شاء الله يعني مشروع أحمد شركته الجديدة هذه تنال إعجاب الناس الكثير. ولكن هذه النقطة المهمة جدا، الناس تشوف فيلم ولا تشوف جهاز ولا تشوف جوال تقول آه طيب حلو، بس ما تعرف قد إيش الصعوبة اللي أخذت، قد إيش المجهود اللي أخذ عشان هذا البرودكت هذا المنتج يطلع، كان فيلم كان منتج كان أي إيش كان المكان. فهذه حسة من احد الاشياء المهمه نحطها في بالنا. احنا من السهل نقول الشيء هذا ما يعجبنا، بس ما نعرف قديش اخذ عشان هذا الشيء يصير. يعني مو سهل الواحد يقول ما يعجبني او المنتج هذا تعبان. طب هل انت يمديك تسوي الشيء ده؟ هل يمديك انت تسوي شيء احسن منه او تسوي اصلا شيء شبيه مثله؟ ما اظن. في صناعه الافلام بين كل مشهد ومشهد او لما تنتقل من مكان لمكان بتضيف مشهد، بتصور عمارة من برا، بتصور غروب الشمس، بتصور حاجة انك تدل ان الوقت مشي. احس في الفلوق حقي هذا لاني ما بألحق وقت اصور تايم لابس ولا حاجات زي كده، اظن بعضها موجودة بعضها ما هي موجودة فيها، بس على طول بأقطع. انا هحاول احل هذه المشكلة ما ادري كيف، بس بدل ما تكون بس على طول انا بتكلم تك 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 ورا بعض في اماكن مختلفة. خلينا نشوف. على اي حال احنا الان متأخرين حوالي 40 دقيقة على شو اسمه على عمر في النادي. أنا الساعة 44 دقيقة المفروض تكون عنده الساعة 4. الله يستر. أنا أظن هو التأخير هذه أكثر مشكلة أعاني منها في حياتي اليومية. ما أعرف هل هي مشكلتها المواصلات ولا هو تنسيق، مع إني أنسق وقتي ممتاز، بس لسه لازم ألاقي هذا الحل. لما أعرف الحل هذا حقول لكم إياه. طيب تمارين اليوم سيقان، يعني فخاد وبطات. سبب تشوفين الأخ ده شو بيعمل إيه؟ لا يغركم، هذا اظن بيظبط اما بها او الا فخاد، يعني حاجه احد الامرين والله اعلم. يعني احنا والشباب بس بنحاول نفك العضله شوي بعد تمرين الحديد لانه العضله مشدوده، فهذا بس ايش يريح العضله. ما ادري ليش عمري في حياتي ما جيت النادي ورجعت البيت مبسوط. لازم ارجع البيت وانا كده مشلول، ظهري ما يشتغل، فخدي خربان، يدي ما اقدر اكتب فيها، يعني اي شيء من هذا القبيل يعني. طيب الحمد لله دحين الساعه 7:30 مساء او الوقت المغرب، يعني انتهينا من النادي والان متجهين على البيت. كل لقمه سريعه وكالعاده مونتاج. متر المونتاج هذا يخلص عاد لما تدرس صناعه افلام ولا اهتمام في هذا البزنس ما عمره يخلص، تروط من مشروع لمشروع تاني، هذه شغلتك يعني. فالله يعين. اشياء مرة كتير بتيجي في طريقه وانا لازم اخلص مونتاج. انا لما اقول مونتاج مو اقول مونتاج الفلوغ هذا، مونتاج مشاريع تانية عندي. فانا حرجع الحين منتج واظن الفلوغ انتهى هنا. صباح الخير.